أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم. يسعدني أن أستعرض على حضراتكم فقرات هذه الحلقة، والتي خصصنا لها موضوعاً حيوياً يهم شريحة كبيرة من الناس، ألا وهو موضوع البطالة. أعزائي المشاهدين، قضية البطالة تشغل بال الكثيرين من الشباب بصفة خاصة، ومن أوشكوا على التخرج، فأصبح شغلهم الشاغل هو التفكير في مستقبلهم. بل ساعة هذرة، دعونا نتأمل قليلا. يبا اختصر، ترى ملينا. هل حقا قضية البطالة هي قضية الساعة؟ إن الحديث حول هذا الموضوع قد يحتاج إلى حلقات عديدة. شي سكتة هذا؟ شي سكتة؟ لا شك أن عفوا، لا شك أن عفوا، لا شك أن الموضوع عن اللي كيبه. عفوا، لا شك أن الموضوع حول ستوب ستوب ستوب